شكرا الرب اللي اعطانا الفرصه دي النهارده. اسمحوا لي بس نرفع قلبنا للصلاه ثواني بس. انا بشكرك ابونا السماوي لاجل تحملك. اشكرك ابونا السماوي لاجل حضورك في وسطنا. بشكرك لاجل هذا الحضور الخاص. كم نفرح وكم نتعزى انك موجود في الوسط. اجتمع اثنين او ثلاثة انت تؤكد انك في الوسط. كم هو فرحنا قد كده يا رب. عايز اقول لك ان قلوبنا ممتلئة فرحا لانك موجود في الوسط بالروح القدس. اشكرك لانك وعدت ان هذا الوجود الى الابد. انا ماكس معكم الى منتهى الدور. ابونا السماوي بشكرك لك لهذا الوجود. انا بصلي اليوم وبطلب روحك القدوس. هي ثقه كبيره اليوم انك تتحدث انت للقلوب، وان وجودك في الوسط ده يكون فرصه ان النفوس تتعرف عليك بطريقه اعمق وتدخل معاك زي ما انت قلت للرسل ادخلوا الى العمق. محتاجين ندخل قوي للعمق النهارده. محتاجين قوي ان صورتك توضح قوي يا رب. اذا كان في اي نفس مشغوله باي حاجه او ذهنها مشتت او حاسه ان هي مثقله باي شيء، يا رب ساعد النفس دي النهارده ان ذهنها لصق وقلبها يستعد لتستقبل الكلمه بتاعتك دي. وانت بروحك القدوس النهارده احمل في الكلمه دي بقوه، وان روحك القدوس النهارده هيدي الرساله دي ويوصلها لكل قلب اللي مشتهي ان يسمع الكلمه دي. في اسم يسوع انا بطلب المسح دي للسامع وللمتكلم، وان الكلمه دي تكون بسلطان منك انت من الرب القدس. اشكرك لانك سمعت واستجبت. تكون المجد امين. النهارده هاخد قراءه من رساله القديس بطرس الأولى. هاخد آية واحدة بس، آية 14. بل كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلكم. اسمع بقول الكلمة. بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. والمجد لنا دائما أبديا آمين. أنا بشكر الرب إنه بيدينا امتياز خاص جدا إنه نسمع كلمة. أنا بسمع معاكم وانا بعتبر انه ده امتياز كبير ان الرب يدينا ان احنا نسمع الكلمه بتاعته. ده امتياز ان في ناس بتتشوق ان هي تسمع كلمه واحده بس من الرب. فاحنا الرب بيدينا امتياز انه نسمع كلامه. ده فرح ان تشكر الرب وانه الكلمه دي مش عشان بس تسمع الكلمه. كان انا اؤمن تماما لكل ما تفتح قلبك الكلمة تنق الإنسان. مش كده كل مرة لما تيجي مش إنك جيت وسمعت، لكن هيئ نفسك. قول يا رب قبل ما تسمع كلمة، قول يا رب ساعدني النهاردة إنه أنا بسمع كتير وتعودت إن أنا أسمع، بس ساعدني النهاردة إنه الكلمة دي تبقى لها قوة حقيقية في حياتي. رسالة اليوم رسالة خاصة جدا، ولما نبتدي نتكلم عن الموضوع ده، ويمكن برضه احنا بنسمعها كتير، بس انا مش دايما ما بحبش انك تركز ان انا بقول موضوع. لا انا مش مشغول بالموضوع، لا، لكن انا مشغول ان توصل لك الروح الحياة مش الكلام اللي هقوله لك. لكن انا بصلي ان الرب يوصل لك الروح دي،
ان انت وصلها. عشان كده لما بنصلي للروح القدس هو الروح يعرف يوصل لك الكلام ده. فالجديد دايما بقول انه احيانا لما نسمع انا مش محتاج ان انا بس اسمع، انا بصلي ان الرب يدخل الكلمه دي جوه قلبك. رساله اليوم كونوا قديسين. ودايما لما نسمع كونوا قديسين احيانا، مره واحد قال لي يعني ده موضوع نتكلم فيه لما الناس توصل لمرحله اكتر في حياتها الروحيه فنتكلم فيه بالمعنى العام. كان دايما الرسول بولس يقول اكتب الى القديسين في المسيح يسوع، كان دايما يقول كده. قديسين بمعنى انه رب اختارك، ده امتياز، انا وانت اخترنا انه نقدس ليه، نخصص للرب، انا ابقى للرب. لكن المشكله انه انك تعيش حياه القداسه دي، هي دي القضيه هنا. في فرق بين الهبه والثمره. الموهبه دي هبه، لكن الثمره انت بتتعب فيها. الهبه دي ما حدش ليه فضل فيها، دي من الله عطاها لك، انت ما خدتهاش عشان انت صالح، مش عشان انت قديس فربنا بيديك هبه. لا، ربنا بيديها، ما حدش يقدر يقول له ليه انت بتدي ده، ايه وكمان ده عمله هو. لكن انا بتكلم عن ممارسه انك تعيش حياه القداسه، هو ده الاهم. وانا ما اعرفش اعيش حياه القداسه عشان نبقى صرحه مع بعض. مهما كنت مره واحد قال لي انا بحاول، انا متواضع وانا بعايز اكسر التواضع اللي فيا ده. قلت له يوم ما تحس وتقول ان انت متواضع، يوم ما تبقى في انت مش متواضع اصلا. انت فاكر ايه؟ ده التواضع ده بيجي طبيعي، انعكاس من حياه يسوع فيك. ما انت تعيش مع يسوع، هو اللي بيتواضعه فيك. انت ما بتعرفش تكون متواضع، ويوم ما تقول ان انا حاسس ان انا متواضع، يوم ما تعرف انك مش متواضع اصلا، ده بتاعتك انت. لكن القداسه المقصوده علاقة مع الرب تبين عليك. ما تنفعش انت تكون من نفسك. لما موسى طلع في الجبل كلنا فاكرين، وكان بيستقبل الوصايا، وكلنا عارفين لما نزل من الجبل كان وشه كان شكله ايه، كان بيلمع، يقول لك صاله جد وكرمع، كان عارف، ما كانش يعرف. هو كده كل ما لما تقعد مع رب حقيقي، مش منظر، سيبك انت من الشكل، بتقعد حقيقي وتحبه قوي ويبقى عندك اشتياقات قوي ليه، وتبقى الكلمه بتاعته دي طول الوقت بتقرا في الكلمه، والكلمه بتدخل جواك وبتغير في حياتك، كل يوم في نقله في حياتك. هو جلد وجهك هيلمع، اقصد جلد وجهك الروحي يعني هيلمع لوحديه، الناس هتشوفه. احبائي احنا كلنا في المسيره حقيقي، يعني لما بقول كونوا قديسين بيقول كده الكتاب، لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد إيه؟ قد لبستم المسيح. كل واحد مننا اعتمد على اسم هو لبس المسيح. بس اسمع، أنا عايز أقول لك حاجة. لما بكلمك عن كونوا قديسين، القداسة بالمعنى الحرفي لها الحصر، إن تقدس يعني تنقى، يعني تطهر، يعني يتخلص من الشوائب. يعني كل مرة أنت بتيجي فيها هنا وتتقابل مع الرب، أنت ماشي في القداسة لأنك بتحتك بالقداسة. لو أنت كل مرة فيها مش بتتنقى، إحنا بنضيع وقت. لو أنت كل مرة فيها بتيجي وبتسمع وبتخرج زي ما أنت بتضيع وقت. قال نعم كلنا ذهب، بس الذهب كمان فيه أنواع من الذهب. ما أعرفش يقول لك الذهب ده عندنا احنا في البلاد العربيه، ما اعرفش يقول لك الذهب ده عيار 18 وده ما اعرفش 21 ويقول لك ده 24. طب ايه الفرق؟ انه كل ما تكون في نسبه شوائب في الذهب او نسبه من النحاس، الذهب بيقل. فانت كل مره اذا كنت ذهب، كل مره لما بتيجي الرب بينقيك، ولازم تصلي ومن غير كده بضيع وقت. ان كل مره انا لما باجي، امال يبقى ايه جمال، ايه جمال العلاقه مع الرب، ايه جمال العشره مع الرب؟ ان كل مره انا باجي انا بتنقى، الرب بيكلمني،
الرب بيقول النهاردة إن في شوائب عايزك تبقى ذهب حقيقي، والخطورة إنك تبقى ذهب مزيف. اليومين دول كل حاجة بيقلدوها، ذهب حتى الذهب كمان بيقلدوه، في حتى شكله ذهب بس هو مش ذهب يعني، في حاجات كده بتتقلد كتير. وأخطر حاجة إنك تكون مقلد، إنك شكلك ذهب من بره لكن الحقيقة لا. إحنا قول معايا إنك صناعة سماوية، أنت ذهب حقيقي، أنت جاي النهاردة عشان تتنقى. قول يا رب نقيني. لسي أكلمك عن حاجة مهمة النهاردة انشغلت بيها أوي، عشان تعرف ليه أنا بتكلم عن كونه قديسين. عايز أكلمك عن قداسة الله في الأول قبل ما أدخل يعني إيه كونه قديسين. الموضوع مش كماليات، خد بالك، يعني مش بكلمك عن كونه قديسين أهو كمالية، يعني الرب أعطاني يعني خلاص كويس يعني حاجة زيادة يعني. لا لا، الموضوع مش كده، ده موضوع أساسي وهتشوف ازاي. ده الله هو قدوس، مش صفة من صفات القدوس، الله جوهره قدوس. عذراء مريم قالت في انشودتها ايه؟ لان القدير صنع به عظائم واسمه قدوس. عارف يعني ايه قدوس؟ الله لا يطيق الشر، الله كله نور وليس فيه ظلمة البتة، نور كله. الله لا يطيق النجاسة، ما ينفعش ما يطيقهاش، قدوس، حاجة قدوس. وأنا بكلمك افهم الكلام، أنا ما أقدرش أتقابل معاه إلا إذا عشت ده مش بالكلام. وعرفنا قداسة الله في شخص يسوع المسيح، هو اللي أظهر لنا القداسة دي. يقول كده عنه الكتاب: بهاء مجده ورسم جوهره. رسم جوهره يعني المعبر عن جوهر قداسة الله، شفناها في شخص يسوع المسيح. الله عايزنا كده، من غير كده هنضيع وقت، إن إرادة الله هي قداستكم. الله عايزك تبقى مقدس. وطول الوقت يسوع كان كل حياته كل رسالته عشان هو عارف ان الله قدوس. لأجلهم انا اقدس ذاتي ليكونوا هم ايضا، كده يقول كده، مقدسين فين؟ في الحق. خد بالك مين الحق؟ هو. يعني ايه مقدسين في الحق؟ يعني ايه مقدسين في شخص يسوع؟ يعني كلام كده ده احنا بنقوله؟ لا، الحق ما هو قال انا هو الطريق والحق والحياه. كل ما تعرفه ده اللي انا بقوله لك، كل ما تيجي وتعرف الرب يسوع حقيقي من كل قلبك، كل ما تعرف الحق وتتحرر. تعرفون الحق والحق يحرركم. يعني ايه تعرفون الحق والحق يحرركم؟ كل مره لما تيجي هنا بس حقيقي أنا بتفكر، لما تسمع الكلمة وقلبك يبقى لين، أنا بتحرر. النهاردة الرب حررني من الأنانية. طبعا الرب من نعمته ما يقدرش يكشف لك كل خطاياك مرة واحدة، لأنه كشفها لك كلها مرة واحدة هجيلك هتحبط هتيأس. فكل مرة الرب مرة يغسلك من حاجة وينقيك من حاجة. النهاردة الرب حررني، كان عندي الغضب وقصد الغضب السلبي، وكنت غضب وغضبي سهل. رب النهارده بدا يحررني، انا ماشي في طريق القداسه الحق، حررني. كنت حاسس بنفسي قوي وشايف نفسي قوي مميز، وعايز الناس تمدحني، وعايز الناس تقول لي كلام حلو، وعايز الناس تشكرني. رب كسر ده، اتحررت من دي. بقي ما يهمنيش بقى رأي الناس، بقي مجد من الناس تستقبل، بقيت مش مشغول ده رقع. وشوف ازاي حررني، خلاص بيبعش مشكلة. الأول كنت أدور مين يديني، مين يعطف عليا، مين يحبني، مين يكرمني.
حرمني. النهارده الرب حررني، مش مشغول بدي، انا مشغول بالرب. عينيا كانت نظراتها سيئه لنصراط الكسر العين، والعين كانت نظرتها سلبيه. عينيا ما بتشوفش الا المشاكل، عينيا ما بتشوفش الا الشهوات، عينيا ما بتشوفش الا كلام الناس الجارح. الرب حررني. شوف 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 بيعمل ايه الرب؟ حرر عينيا. اعطاني ايه؟ دي يجي ازاي؟ يجي انك النهارده تيجي بكل قلبك وتقول له انت قلت كده النهارده انك انت تقدسني في شخصك، وكل مره ما انا اجي انا عايز تعمل ده. حررني. احبائي، مرات كتير جدا الناس لما بتعمل اعمال كويسه، اما الاعمال الكويسه دي تبقى نفسيه فتقع بسرعه، اما الاعمال دي يبقى اساسها من الرب وتستمر. يعني ايه؟ احيان كتير جدا تبقى مثلا يعني واحد يحب وبعدين فجاه يقول لك حاجات، اقول له اصل المحبه دي كانت نفسيه ما كانتش بتاعت الرب. خد بالك، المحبه النفسيه تحب اللي يقدرها، المحبه النفسيه تحب المقابل فتقع. ليه بتقع؟ لانها ما بتلاقيش المقابل. لكن يقول الكتاب ان المحبه لا تطلب ما لنفسها، محبه الرب اللي هي جايه من قداسه الرب ما تنشغلش قوي برد فعل الاخر. انا بحب لان الحب نفسه ده بيكبرني انا بغض النظر عن رد فعل الاخر. عشان كده احبائي عايز اقول انه بقدر ما يكون ليك شركه حقيقيه مع الرب في الخفاء، يبان عليك في العالم. مره اتكلمت الرب بقول يا رب انت حبيت قوي شعبك، وقول لي يا رب، انا بكلمك عن القداسه، فبقول له يعني قول لي موضوع القداسه ده ايه حكايته؟ قال لي بص، كل الحب اللي انت شفته ده، كل الحب اللي على الصليب ده، كل الحب اللي بلا حدود ده، انا عايز اوصل بالناس دي ان هم يتقدسوا. اسمع بيه الكلمه، احب ايضا المسيح الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. ليه؟ لكي ايه؟ يقدسها. يعني كل ده يا رب؟ قال لي ايوه، كل الحب ده، كل الاعلان ده عن الحب ده عشان كده. قال لي ايوه، عشان انا عايز اقدس الكنيسه. احبائي وانت بتسمع الكلمه دي صلي، قول يا رب انا مش بس بسمع، انا عايز اعيش ده فعلا في حياتي. احبائي عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، مؤمن بلا قداسه هو غير مؤثر. مؤمن بلا قداسه غير مؤثر. يعني ايه غير مؤثر؟ اذا ما كانش في حياه حقيقيه فعليه في حياتك فانت غير مؤثر. هتقول كلام، قول كلام زي ما انت عايز، بس ما كانش الكلام ده ينبع عن حقيقه في حياتك، يعني ده حقيقي، فانت مش هتبقى مؤثر. الناس هتسمعك بس مالكش تاثير، ولا هيبقى لك تاثير على الله، لكن انت قاعد بتقول كلام من الشفتين بس قلبك وحياتك هي بعيده عن الرب. مره سال داود الرب فقال له يعني انا نفسي اسالك سؤال، من يصعد الى جبل الرب يقول له كده، ومن يقوم في موضع قدسه؟ مين اللي يقدر ده يتقابل معاه؟ الرب رد عليه قال له بص، اللي يقدر يعمل ده الحقيقي بقى، ما احنا كلنا بنيجي ونتكلم، الطاهر اليدين والنقي القلب، ده الحقيقي يتقابل معاه. عايز تتقابل مع ربنا؟ ربنا في النقاء، ما قلت لك هو الطهر، لا يطيق النجاسة. عايز تتقابل معاه؟ كل ما تشعر انك بتتنقى انت بتتقابل معاه حقيقي. كل ما تعيش ده، مش قال كده طوبى للانقياء القلب لانهم ايه؟ يعينون الله. بحس بيه انه موجود، انا بلمسه حقيقي بحياتي. حبائي نفسي اقول لك انه عدم القداسه يحرمنا من الشركه مع الله. انتبه، انا عايز اقول ايه؟ ناس بتقول
ان دي حاجة يعني ممكن احاول يعني ان بعتبرها بقى حاجة كده زيادة بقى عليا. انا عايز اعيش مؤمن عادي يعني بفكر كده لما بقول القداسة دي كأنه يعني برفعه في منطقة كبيرة. بقول له لا انت فاهم غلط، ده لو انت من غير القداسة دي مش ممكن تشوف الرب. قال لي ازاي؟ قلت له انا الكتاب بيقول كده في رسالة العبرانيين، القداسة التي بدونها محدش، بيقول كده الكتاب، بدونها لن. قال لي لا اتأكد شوية من الكلام، يمكن مش بالظبط كده يعني، ما احنا مش، قلت له مكتوب كده القداسة التي بدونها لن، لا كلام قطع اهو، لن يرى احد الرب. الله، ده الموضوع مش موضوع كمالية كده بنحكي ونقول دي انا اتمنى يعني، لا حياة القداسة هي مسيرة، حياة القداسة هي حب للرب بس مش اكتر من كده. تحبه، لما تحبه هو هينور لوحده، هيسر على طول في حياتك، مش مشكلة خالص. عايز اقول لك حاجة مهمة، اوعى تفتكر انه حياة ده انا بتكلم عنها النهاردة دي، انه حياة القداسة واحد يقول لي ان انا اتجنب الخطايا الكبيره، اقول له لا انت فاهم برضه غلط. حياه القداسه مش بس انك بتتجنب الخطايا، لكن ايه الخير اللي المفروض تعمله ما بتعملوش. كونوا كارهين الشر، ده الجزء الاولاني، بس خد بالك النص الثاني، انت بتتصف بالخير. مره واحد قال لي بص خليني اقول لك الحقيقه، قلت له طب قول انت عايز ايه؟ قال لي بص الخطيئة بقت بقت سهلة، والخطيئة بقت متاحة، معيش الكلام ده ازاي؟ ده الخطيئة دلوقتي أسهل منها مفيش، افتح بس التلفزيون وشوف هتلاقي هتجيلك لحد عندك، أنت مش محتاج تتعب النهاردة تروح للخطيئة، الخطيئة بقت النهاردة بتجيلك لحد عندك، مش قصد نوع معين من الخطايا. قال لي طيب إحنا عندنا دلوقتي إغراءات وكلنا بنعاني من ضغوط في الحياة، ازاي يعني نوفق بين الكلام ده وبين اللي احنا بنعيشه؟ يا رب بالحقيقه كده يعني مصعب الامور علينا شويه، يا رب ما يعني ما انت عارف، يا رب ما انت عارف احنا في ضعف. قلت له لا اسمع، الرب مش ممكن يطلب منك حاجه هو عارف انك ما تقدرش عليها، ما ينفعش الكلام ده، هو عارف، لانه هو بيقول كده المرنم بيقول له يا رب انت عارفني قد اختبرتني، وانت عارفني، هو اللي صنعك، هو عارف، فالرب مش ممكن يطلب منك حاجه وهو عارف انك مش قادر تعملها. احنا بس نستخدم الالات ونقول كلام واستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، او ما انت بتقول اهو تقدر انك انت تعمل، وما ايه مشكله احبائي. مرات كتير الرب عشان يعلمك القداسه يمررك بأحيانا بالصعوبات، هو ده طريق على فكرة، ده طريق من طرق القداسة تمر بيه. ما ينفعش انك تختبر قوة من غير ما تقع تحت الصليب. اقولها تاني، ما ينفع، ده طريق القداسة، ده اللي مشي فيه قبليك، ان كل يوم، هو القداسة مش معنى ان هيسهل لك كل حاجة، هيسيبك وهيسمح لك بهذا الألم، بس هو معاك، تكفيك نعمتي، انا هبقى معاك، هتقع تحت الصليب وانت شايله بس ما تقلقش، انا هبقى معاك، هحط كتفي معاك، مش عايز اقول احط كتفي معاك، ده انا شيلته اساسا قبليه، ده انا هشيله عنك. انا بصلي معاك النهارده وانت بتسمع الكلمه دي، انه الله القدوس ما ينفعش تتقابل معاه غير انك تعيش الشركة دي. طيب خلينا نتكلم بقى كلام في الحياة وفي الواقع، اعيش ازاي الكلام ده بقى، كلام بقى في الواقع، خد بالك ازاي انا اعيش بالقداسة دي. في حاجات كتير بس انا بصلي ان الرب يدي الحاجات اللي تهمك. اول حاجة عايز اقولها لك، اسمع هذه الكلمة، لا تفقد مخافة الله. أول حاجة، لا تفقد مخافة الله، خد بالك
حبها ايه؟ ببساطة خالص، الإحساس إن ربنا موجود، مش بالكلام، مخافة الله. أنا حاسس إن الله معايا، الله أنا بروح الشغل معايا. هل أنت حاسس بيه فعلا حقيقي ولا بتنساه؟ أنت رايح مع مشغولياتك خلاص، أهو الله موجود، موجود أهو في الكتاب، أهو موجود في الكنيسة، أبقى أفتكره بس لما يبقى في وقت للصلاة، لما نعمل اجتماع أفتكره، بس أنا وقت في الشغل لا، ما ينفعش. مخافة الله يعني الله موجود معايا كل وقت، أنا في البيت، أنا في أوضة النوم لوحدي، أنا مع نفسي ما معيش حد، الله موجود. أنا رايح في الشغل بتاعي، الله موجود. كل حاجة الله موجود فيها، كل تصرف بتاعي أنا حاسس إن الله موجود. أنا بصلي معاك إن يبقى عندك مخافة الله. لما يبقى عندك مخافة الله هتيجي في وقت وتتعرض للشر زي ما يوسف اتعرض، قال كيف أصنع هذا الشر وأخطئ إلى الله؟ هو حس إنه موجود، الله موجود شايفه. أحبائي يعني أنا عايز أقول لك حاجة مهمة في الموضوع ده. إحنا للأسف مرات من كثرة ما إحنا متعودين نسمع كلام روحي ويمكن أزاد كتير، ويكلموك دايما عن محبة الله والله ده الأب هو حقيقة فعلا كده، بس من كثرة ما بتعمل وبنسمع ده فبنحس الله ده يعني هو الله بقى واخدين عليه كده، والله هو عارفني بقى وما فيش مشكلة يعني، والله ده أبويا طبعا طبعا، بس هو تفقد المهابة أن الله ده قدوس. الله ده مش واحد تقول اي كلام كده معاه، ده الله ده قدوس. اوعى تفقد مهامه الاحساس بوجود الله، ده الله. مرات احنا بنستهتر، تسمع الله يكلمك، الله انا بعمل خطيه مش مشكله، الله ده الله بيحبني، ويعمل خطيه ويقول لك معلش ما انا ظروفي صعبه، ما هو عارفني. ايوه طبعا، بس اوعى تفقد المخافه، اوعى توصل انك تشرب الخطيه دي زي الميه عادي مع الله. الله بيحبنا، الله بيحبك، بس اوعى تفقد المخافه بتاعه الله. يقول كده رسول بولس، تمموا خلاصكم بخوف ورعبه. قديس بطرس يقول سيروا زمان قربتكم، قول لك بخوف، الله موجود، لأن الحرب مستمرة كل يوم أنت بتتحارب، وليك أكاليل ما تخافش، ما أعظم وجودك رب الذي ذخرته لخائفيك. بس خد بالك بقى، هقول لك حاجة مهمة خالص. دلوقتي في مشكلة، إن الناس مش بس بدأت تفقد مخافة الله، إن بدأوا يبسطوا من الخطايا. يقول لك الخطية دي معلش دي خطية صغيرة مفيش مشكلة يعني، أنا بصلح الموقف. معلش انا بكذب بس عشان امشي حالي، ما انا لو ما كذبتش مش هعرف امشي حالي، ودي خطيه صغيره وربنا فاهم، ما هو ربنا عارف ظروفي. وقيس على كده كتير، دي خطيه صغيره ودي خطيه كبيره. مين اللي قال؟ مين اللي نظم؟ الخطيه خاطئه جدا، ايا كان هي الخطيه. تقولي لا لا، ما في فرق، دي خطيه بسيطه ودي خطيه كبيره. طيب قلت له طيب اسمع اقول لك حاجه، لو احنا قاعدين في مكان زي كده واللمط دي متوصل بيها سلك، مش كده؟ السلك ده اخر من التيار، سلك الكهرباء يعني. طيب لو احنا جينا قطعنا من السلك ده 100 سنتي هيحصل ايه للنور؟ هينطفئ طبعا، مش هيبقى فيه نور، مش كده؟ طب لو احنا قطعنا سنتي واحد بس من السلك ده يحصل ايه؟ سنتي واحد بس، هتلاقي نفس القصه. احبائي هي كده العلاقة مع الله، هي مش فكرة خطية كبيرة ولا خطية صغيرة، ده إبليس اللي بيحاول يبسط لك الأمور. أوعى تقلل من بشاعة الخطية، أوعى إبليس يحاول يقول لك يعني ما تزعلش، أنت بتحب ربنا بس يعني ربنا هيتفهم خطيتك، ويفضل يصور لك الموضوع عشان يخليك تستمر. لا، الخطية هي خطية ما فيهاش كلام. قداسة ما ينفعش فيها انك تفقد مخافة الله، لو فقدت مخافة الله في خطر في حياتك الروحية. حبائي
دلوقتي احيانا كتير جدا بشوف عندنا احيانا، ما انا قلت لك انه لا تفقد مخافة الله. دلوقتي بقى الانسان يعمل خطية وفقد خجل امام الله. عايز تعيش القداسة، لا تفقد خجلك امام الله. اوعى تكون من النوع اللي بيعمل خطية ويجي قدام ربنا ولا كأنه عمل حاجة. طبعا الله بيقبل، بس الفكرة انه ما تفقدش خجلك. لازم تشعر زي العشار ده، الراجل ده ما فقدش خجله، قرع صدره في حين التاني الفريسي ده وقف قدامه وشاف انه يعني بار في عيني نفسي واثق، قال لك انا داخل السما داخل السما. ما هو كده الفارسيين كانت مشكلتهم كده، فقدوا خجلهم. احنا بنعمل اعمال كويسه، احنا الاوائل، احنا اسماءنا دي مكتوبه في السماء اول ناس. قال لهم لا لا لا، انتوا فاهمين غلط. لما قال مثل الفريسي والعشار، قالها لقوم واثقين بانفسهم انهم ابرار. لا لا، ما تفقدش خجله، ده انت طول انت ما تسويش حاجه. ما العشار وقف مش قادر حتى يرفع عينه وقرع صدره، اللهم ارحمني انا الخاطئ. اوعى تفقد خجلك قدام الله. قول يا رب لو انا بديت احس ان الخطيه دي بقت عادي، وانا لما بقصد بالخطيه مش قصد مخك يروح بقى لحاجات كبيره، لا ده انت لو روحت البيت وفي قلبك خصام وما اتصلعتش، دي خطيه كبيره قدام الرب. لو انت روحت الخطيه، مش بمعنى الخطيه بمعنى الحاجه اللي بتبعدك عن الله. يعني ايه خطيه؟ الخطيه هي نقص مساحه المحبه، المحبه بتقل في قلب بس ببساطه، مش الله محبه، هو كده. الخطيه مساحه محبه فارغه. الخطيه يعني في حياتي حب ناقص ببساطه خالص. يوم ما تروح البيت وحاسس انك انت النهارده ما اتقابلتش مع اللي انت بتحبه، خطيه بالمفهوم ده. ان انا النهارده انت بطلت تصلي. واحد قال لي مره، ابونا انا كل يوم قبل ما انام اجي من تعبان، قلت له طب يعني بتعمل ايه؟ قال لي انا اروح اشم الصليب واقول له رب سامحني واروح نايم. قلت له طب كويس خالص، انت كده يعني عملت اللي عليك يعني. الموضوع مش الموضوع حب، مش ان انت نشمت الصليب ونمت. الموضوع انت عايز تمشي في 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 طريق القداسه. ده مش كده، ده انت كده بتضحك على نفسك. مش هو ده دي العمليه علاقه حب. انت مش بتعمل حاجه ترضيه. واحد مره قال لي انا بعمل حاجه عشان ارضي ربنا، عشان ربنا يرضى عليا. قلت له يعني انت بتفتح الكتاب عشان ربنا يرضى عليك؟ قال لي ايوه، ما هو انا خايف ان ربنا يغضب عليا، فانا علشان ربنا ما يغضبش عليا يجي مره يروح افتح الكتاب. طب انت فهمت حاجه؟ قولي لا، بس كده ربنا راضي عليا. قلت له لا لا، الموضوع مش ربنا يرضى عليك، الموضوع حب انك انت بتحبه، والا يبقى كل اللي انت بتعمله انت بتضيع وقت، ما مش مقبول عند ربنا. ده اوعى تفقد خجلك امام الله. فاكرين المراه الخاطئه اللي دخلت في بيت سمعان الفريسي؟ يقول عنها الكتاب حاجه غريبه جدا، اللي هي كانت بتبل قدميه بالدموع. قال عنها حاجه غريبه قوي، شوفوا الخجل بتاع المراه دي ازاي، وشوف ده ازاي بيكسر، يعني يدخل الى قلب الله. يقول كده الكتاب عن المراه دي، وقفت عند قدميه من يعني تعبان غريب جدا، يقول لك من ورائه باكيه. يعني شوفوا ازاي ده يقرا ده، في حين ان الثاني سمعان ده اللي واقف بقى وحاسس ان هو بقى اللي عمل وليمه للرب، وهو انا استضافتك يا رب. قال لي لا، انا كل ده انا ما بشيبك انت من المظهر ده، انا بدور على الناس اللي في قلوبهم الخجل، اللي حاسس بخطيته. وقفت من ورائه، مش قادره حتى توقف باكيه، حاسه ان في حاجه بتأنبني. وانت بتسمع الكلمه ببساطه خالص قول يا رب نفسي اتعلم الخجل ده. احنا مع العصر الحديث اصبحنا لا نخجل من الخطيه، نعمل حاجات كتير
ونحس ان بقت عادي. يقول لك عادي، مفيش مشكله، عادي يعني، تعودنا كده. وخاصه في بعض المجتمعات يمكن فيها بعض العوام يقول لك عادي، ده شيء طبيعي، مفيش مشكله يعني، ايه المشكله؟ عادي، بقيت خلاص عادي. لكن الكتاب بيقول لك خد بالك، حط النهارده والرب حط جوايا المخافه دي. الكتاب بيقول كده، قويه رحمته على مين؟ على خائفيه. يرحمك لما تحس بده. طيب دي الرسالة الأولى، لا تفقد مخافة الله. شوف الرسالة الثانية بقى، خد بالك، تعيس بقى تعيش حياة القداسة بقى، الكلام الجد بقى، أهرب من الإغراءات، أهرب من الإغراءات. حبائي من المعروف إن الهروب صفة الجبناء. يقول لك الشجاع لا يهرب، الشجاع ما يهربش، يواجه. بس هنا بقى الهروب بطولة. أقول لك حاجة، احفظ العبارة دي، كن بطلا في الهروب. في حاجات كده، في حاجات لازم، ما ينفعش إنك أنت تقول لي أنا أقدر بقى، لا هنا لا، عايز تعيش بقى أنت بالكلام الجد بقى، كن بطلا في الهروب. أحبائي حاجات كتير جدا، الهروب نوع من القوة، انك تبقى قوة عندما تستطيع انك تهرب. يعني لو واحد في لحظة ما بيسيء اليك، هفترض معك، وفي لحظة الاساءة دي انت كنت عايز تخرج اسوأ الكلام، فانت مجروح بقى. اذا قدرت انك تهرب بلسانك، يعني اذا قدرت انك انت تهرب من الموقف، فانت بطل. وهكذا في حاجات كتيرة جدا جدا. عشان كده يقول رسول بولس، اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا. بس قبليها كان بيتكلم عن محبه المال، اصل كل الشرور. انا مش بكلمك عنك تهرب هنا من محبه المال، بس انا مش قاصد كده، بس انا قاصد حاجه مهمه جدا جدا. انا قاصد ايه المحبه الغريبه اللي في حياتك اللي لازم تهرب منها؟ كل واحد عنده محبة غريبة. أما أنت يا إنسان الله أهرب من هذا. إيه هذا ده بتاعك؟ إيه المحبة الغريبة؟ يعني إيه المحبة الغريبة؟ يعني إيه الحاجة اللي مسيطرة على حياتك أكتر من الرب؟ اللي هو قال إن محبة المال أصل لكل الشرور. إيه المحبة اللي مسيطرة لك مشكلة؟ إيه الحاجة الغريبة؟ إيه الحب اللي مش من الرب اللي في حياتك؟ قال قديس بولس في آية صريحة جدا لتلميذه تيموثاوس، آية صريحة جدا، قال له بص، أما أنت يا إنسان الله كده بصراحة كده، الشهوات الشبابية دي أهرب منها بقى، خلاص بقى كده الكلام واضح هنا. خد بالك أنا هقول إيه، القداسة مش معنى إن أنا أقول إنسان قديس يعني ما بيتحاربش، لا بالعكس، كل ما تمشي في طريق القداسة كل ما يكون في حرب أكتر، ده شيء معروف. القداسة مش معنى كده إن فكرك لن يفكر في أي شيء يكون خطية، لا، هتتحارب فكرك، هيتحارب ذهنك، هيتحارب. لكن القداسة ده الفرق بقى هنا، إنك تهرب أو تستسلم، هي دي المشكلة. كنا فاكرين ساعة الرب يسوع لما صام 40 يوم ويقول الكتاب ايه؟ وجاعة أخيرا. فاكرينها دي كويس قوي. أهو وجاعة أخيرا دي هي اللحظة اللي حاربك فيها إبليس. وجاعة أخيرا دي يعني اللحظة اللي مهيئة تماما إبليس يجي ويحاربك هنا في التوقيت ده، لحظة ضعف. لو واحد عايش في بيته ويمكن كانت علاقته كويسة مع زوجته أو هي علاقتها مع زوجها، لكن في لحظة العلاقة دي اهتزت، هدي جاعة أخيرا هنا بقى، يجي إبليس الحتة دي بقى ويعرض عليه أو يعرض عليها حاجة تاني بقى، علاقة تاني يعني بقى بره يعني. هنا بقى دي يعني هتتحارب؟ أيوه هتتحارب، وإبليس لا يهدأ وينتهز الفرصة المناسبة للغاية ويحاربك في الحتة دي. هنا بقى دي هو ده المهم هنا، اهرب من الاغراءات. تيجي تهرب ما تنفعش تاخد وتدي، ما بقاش تاخد وتدي دي، خد بالك. عارف ليه؟
لو اخدت وقطيت ابليس هيغلبك. خلينا واضحين في النقطه دي، هيغلبك. كلنا فاكرين، مش بتكلم عن خطايا معينه بس انا بدي امثله. لما شمشون حولب من دليلة، دليلة كرمز، رمز لفكرة الإلحاح أو الإغراء، مش قصد دليلة في حد ذاته. إيه اللي حصل؟ المشكلة عارفين فين؟ مشكلة إنه إبليس ملح. لو كان يحاربك بفكرة وراحت، خلاص مفيش مشكلة خالص. لكن هو بيعرض عليك عرض مغري ويلح. خد بالك، يقول الكتاب عن دليلة: ولما كانت تضايقه بكلامها. تضايق مين؟ يعني طبعا يقصد شمشون يعني. كل يوم وألحت علي، يعني كل يوم مفيش مشاطرة، حتى ضاق نفسه الى الموت. حس بقى خلاص بقى، يعني خلاص بقى انا هعمل خطيه بقى. هنا بقى عشان كده عايز اقول لك حاجه: اذا ما كنتش تهرب وتاخد قرار، سوف تقبل اليوم ما كنت ترفضه بالأمس. أقولها تاني: إذا ما كنتش تاخد قرار اليوم، لأن إبليس ملح، هتقبل النهاردة اللي أنت كنت بتفكر نفسك وقلت امبارح مش ممكن، هتقبله. تخش وتدي، اهرب. منطقة إغراء اهرب، موقف إغراء اهرب، مكان إغراء اهرب، مشاهدة إغراء اهرب منها. هيلح عليك لحد ما تخور قواك عشان تقبل. اهرب وتصلي، لان دي محتاجه نعمه، ما فيهاش شطاره. ما حدش يقول لي اصل انا عندي اراده قويه. حدش يقول لي بص انا بشرب سجاير بس انا في اي وقت اقدر ابطلها. قلت له لا، لو عايز تبطلها خد قرار دلوقتي. انا عندي كذا بس مش هقول انواع شطاره، بس انا اقدر ابطل، انا عارف نفسي. قلت له ما فيش حاجه اسمها انت عارف نفسك. لو عايز تبطل تبطل دلوقتي، اذا مش هتبطل دلوقتي مش هتبطل طول عمرك، خد قرار. تعرفين ايه الفرق بين يوسف وداود؟ حاجه واحده بس. ليه داود لما تعرض للخطا وقع في الخطا، وليه يوسف لما تعرض للخطا ما وقعش في الخطا؟ رغم ان امراه فوتيفار بيقول عنها الكتاب كده انه كانت بتكلم يوسف يوما بعد يوم. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق انه يوسف كان واخد قرار، قال فاصنع الشر، وهذا الكلام اللي احنا بنقوله، واخد قرار، ده موضوع منتهي بالنسبه له، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، ما اعطاش ودانه، رغم ان بيقول كده الكتاب انها كلمت يوسف يوما بعد يوما، لكن انه لم يسمع لها، ما اعطاش ودانه ليها. لكن داوود ما كانش واخد القرار، سايب نفسه. ودي ما فيهاش بقى تقول لي انا عندي اراده، لا، مش كده. صلي، قول له: رب اديني ازاي اعيش الحياة القداسة دي، اديني رب ازاي اتعلم ان في الهروب قوة. ايه الموقف اللي رب بيكلمك فيه النهاردة، اللي بيقولك جه الوقت انك تاخد قرار انك تهرب من الموقف ده؟ يمكن تهرب من مرارة جواك مش عارف تهرب ويستسلم ليها، والرب بيقول لك اهرب منها، يعني سيبها خلاص بقى، ما تقعدش تفكر فيها طول الوقت. يمكن عاطفه معينه بس العاطفه دي مش مقبوله قدام الرب، والرب بيكلمك اهرب من العاطفه اللي غير مقبوله. يمكن في نظرات عينيك مش قادر تمسك عينيك من النظرات، قول له: رب ساعدني ان عينيا تهرب من النظرات السيئه. اقول له: انا عينيا مش قادر، اديني رب ازاي اتعلم ان انا اهرب. صلي النهارده كده. سالة تانية في كيف تعيش القداسة: اهرب من الإغراءات. سالة تالتة: امتلئ بالمحبة. أحبائي، الحمد لله ونشكر ربنا كتير إن كل واحد الرب عطاه هذه المحبة. محدش يقدر يقول أنا ما عنديش، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أحبائي، أنا عايز أقول لك إن إحنا، وأنا بقول لك امتلئ بالمحبة، إحنا مميزين. مميزين مش كلام، يعني تقول لي أنا مميز إزاي ما إحنا خاطين، لا، مش موضوع. الموضوع إن الرب عطالك الامتياز إنك تكون مميز، أنت مميز. يقول كده الكتاب:
قديس يعقوب عن جماعة المؤمنين يعني، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة من خلائقه. الباكورة هي معروف يعني، ناخدها مثلا هي أول ثمار المحصول مثلا، أول حاجة أول ثمار يعني. إحنا أول ثمار دي بيبقى ليها طعم ومذاق مختلف. خد بالك أنا هقول إيه. إحنا أول ثمار النعمة، إحنا النموذج اللي الرب أول ثمار المحصول دي النموذج، يقول لك على غرار دي المحصول كله هيبقى زي دي. إحنا بقى اخترنا الرب نكون كده. اسمع أنا أقول لك حاجة، إحنا المفروض يكون لنا طعم مختلف. مرات بعض الناس يقولوا أنا حاسس البيت بتاعي مالوش طعم، أنا حاسس كده إن الحياة حواليا ما بقى مالهاش طعم، أنا حاسس إن الشغل بتاعي مالوش طعم، كل حاجة عندي يقول لك أنا حاسس مالهاش طعم. أقول له خد بالك بقى، أنت في حاجة مش واخد بالك منها، أنت كل حاجة هتلاقيها مالهاش طعم. عارف ليه؟ لأن أنت مالكش الطعم، أنت اللي بتدي طعم للحاجات اللي حواليك، أنت بتديها طعم. ده كلام الكتاب على فكرة، ده مش كلامي، مش الرب قال كده؟ أنتم إيه؟ ملح الأرض. يعني إيه ملح الأرض؟ أنا اللي بدي طعم. إذا أنت مش هتدي طعم، ما ترضاش بقى تنتظر من الناس يدولك طعم. إحنا أحبائي اللي بندي طعم، إحنا لينا طعم مميز، كل واحد منكم ليه طعم مميز. ده ليه طعم في الاحتمال، عنده طعم، ده ليه طعم في التضحية، ليه طعم، ده ليه طعم في الوفاء، ده ليه طعم، ده ليه طعم بيقول كلام مشجع، ده ليه طعم، كلام كتير كل واحد رب عطاله ليه. أنت مميز، رب عطالك انك انت تدي طعم. حبائي وانت بتسمع الكلمه دي صلي، قول لنفسك انا نفسي النهارده الناس تدوق فيا يا يسوع. انا عايز اقول لك حاجه تشغلني دايما، الناس دلوقتي كتير ما بيعرفوا عن يسوع لانه القنوات الفضائيه دخلت كل البيوت وقايمه بالدور ده كويس قوي، اتكلموا كتير عن يسوع. بس انا بقول لهم خدوا بالكم، الشياطين كمان عرفت كتير عن يسوع، لا ده عرفت اكتر مننا عن يسوع. الناس مش عايزه تعرف كتير عن يسوع، الناس عايزه تدوق يسوع، الناس عايزه تشوف يسوع، ومش هيدوق يسوع ده غير فينا احنا. انت اللي فيك يدوق يسوع. مره واحد قال لي على ايه مشهوره جدا بتاعه ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. قلت له يعني ازاي نذوق الرب؟ قال لي بص انا اقعد، طبعا كويس الكلام ده برضه، قال انا اقعد وادوق الرب في كلامه واقعد اقرا واتذوق الكلام كده. قلت له طبعا رائع جدا يعني، بس انا عايز اقول لك حاجه اروع من كده، انا بقى ادوق الرب فيك انت. انا عايز ادوق الرب طعمه، انت طعم الرب، انا عايز ادوقه. ورهولي ده مع الرسل قوتهم ايه، يقول لك ده لمسته شاهدناه، لمسته ايدينا يعني دوقناه عرفناه اختبرناه. غير كده هتبقى معرفه بالكلام، مش هتلاقي قوه. ليه ما فيش قوه؟ لانك ما دوقتش ده. احبائي اسمع انا هقول لك ايه، كل يوم واحنا بنصلي والأبان الذي تشغلني قوي كلمة ليتقدس اسمك. يعني ايه تقدس اسمك دي؟ هي دي كده، تقدس اسمه ازاي يعني؟ كل يوم لما نصلي هنقول يتقدس اسمك، هو يا اسمه تقدس؟ لا، خد بالك ما انا بقول لك يدوق الرب فيه. حبائي يعني ايه اسمه؟ اسمه محبة، مش كده؟ مش الله محبة؟ هو ده اسمه. يسوع عمل اللي عليه وأظهر الحب ده للناس، الناس دقوا الله في يسوع، مش كده؟ دقنا الله في يسوع، دقنا الحب ده في يسوع، هو قال كده، أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني في العالم، وعرفتهم اسمك، عرفتهم أنت فيهم، ليه؟ ليه عرفتهم اسمك؟ ليكون فيهم، بيقول كده، الحب الذي أحببتني به. عشان زي ما انا داقوا فيا سورة الله دي الحب، انا نفسي هما يدوقوا الحب ده في بعض.
مش كده وانت بتسمع الكلمه دي؟ قول يا رب دي الحقيقه من النهارده، خلي الناس يدوقوا فيا الحب ده. قول له يمكن انا مش عارف اوصل الحب. قول له انا محروق للحب. قول له انت حوط عليا بالحب ده النهارده. خلي الناس يدوقوا في لساني كلامك. النهارده خد قرار ان لسانك ما يقولش غير الكلمات اللي بتشفي. خد قرار كده ان كلامك ما يكونش غير الكلام اللي بيشجع اللي بيبني الناس. وعايز اقول لك حاجه، فيما انت تشجع الناس انت تتشجع معهم، وانت بتبني معاهم انت بتبني معاهم. يعني انت الكلام الحلو ده ليك انت اولا قبل ما يكون ليه هو، انت بتشجع نفسك انت بيه. قول له يا رب النهارده اديني النهارده، ما انت انت قلت ليكون فيهم عرفتهم اسمك. انا نفسي اكون كده. عايز اقول لك حاجه، نفسي تصلي النهارده اي مكان تروحه انت جزء من مملكه السماء المتحركه. الفكره دي حقيقه، انا مش بقول ده كلام كده بس دي حقيقه. انت صناعه السماء. اليومين دول قلت لك في صناعات كتير مقلده، يجي يقول لك ياكل البلد دي هي صنعه ده، لا دي تقليد. احنا مش مقلدين، احنا سيبتنا احنا في السماويات فوق، احنا مش مقلدين، احنا صناعه حقيقيه من الله. انت في اي مكان تروحه انت بتمثل المملكه دي. مش ده كلام الكتاب؟ نسعى بيقول كده الكتاب كسفراء عن المسيح. ده بيوعظ بيه، بيقول كده الكتاب كأن الله يعظ بنا. يعني انا وعظه متحركه. عايز اقول لك حاجه، نفسي انك ما تتكلمش كتير عن المسيح. تقول لي لا ازاي لازم نتكلم؟ طبعا تتكلم، بس انا اقصد حاجه اعمق. نفسي الناس يشوفوا فيك المسيح. عايز اقول لك حاجه، احفرها في قلبك، مش كل اللي بيتكلم عن المسيح الناس بتوصل لها رساله، لكن الاعمق ان الناس تلمس فيك المسيح. احبائي عايز اقول لك حاجه مهمه شويه، لما يكون واحد وضع رائحه في جسده، عطر يعني، مش محتاج يتكلم، مش كده؟ احيانا الناس تشم العطر تقول لك يا ده عطر الفلان معروف، من غير ما تتكلم هم هيشموها لوحدهم. هو كده. قول له يا رب ساعدني ان اي مكان اروحه مش مهم الكلام الكتير اللي هتقوله ولا الكلام القليل، لكن ان الناس تحس ان ده يسوع. مش بيقول كده؟ ويصغر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية. طب جبتها منين الرائحة دي؟ عرفتها منين يعني؟ في عندنا في البلاد العربية، معرفش هنا ده موجود ولا لأ، لكن في البلاد العربية الجماعة اللي بيقفوا في الأفران في الخبز، اللي بيخبزوا يعني في المخبز يعني، لما بيعد ما بيسيب المخبز وبيطلع من غير اي حاجه تقول له انت كنت في الفرن، انت كنت واقف قدام العيش، يقول لك عرفت منين؟ تقول له اصلا ريحتك خبز باينه، اللي انت قاعد طول النهار في الفرن، ما من ريحتك انا عرفتك. هو كده. كل ما تقعد مع يسوع، يعني ايه تقعد مع يسوع؟ تقعد معاه في الكلمه، تعيش الكلمه دي، وكل ما الكلمه دي تملى حياتك وتغير في حياتك، مش بس انك انت تقرا الكلمه، ناس كتير تقرا، لكن انا بتغير. فالرائحه بتنتقل، الناس تشمها من غير ما تعمل حاجه، من غير ما تتصنع هيشموها لوحدهم. رائحه الخبز فايحه منك، تروح اي مكان هيشموا فيك ريحه يسوع، مش محتاج كده. هي دي كده قداسه، موضوع مش صعب. تقعد مع الرائحه، هتلقط منها، هتديها للناس من غير ما تتكلم. احبائي نفسي من كل قلبي وانت بتسمع الكلمه دي في الرساله دي، لو انت حاسس ان انت جواك مش قادر تطلع الرائحه دي، بمعنى لو في خصام مثلا جوه قلبك وانت مش قادر تصالح، عايز اقول لك النهارده حاجه مهمه جدا. العصر الحالي اللي احنا بنعيشه
بدأت تسود في الأنانية. كل واحد بدأ يدور على سعادة نفسه، محدش بيحس بالتاني، كل واحد عايز يدور على مين يسعدني، مين يديني، محدش عايز يسمع التاني، كل واحد بيدور على مين يسمعني، محدش عايز يحس بالتاني، بيدور على مين يحس بيا أنا. أنا مش عايز أسمع مشاكل حد، أنا عندي ما يكفي من المشاكل. هو العصر الحالي كده. ما هو تأتي أزمنة صعبة في آخر الأيام إن الناس هيكونوا محبين لأنفسهم، إنه مش قادر، خلاص العصر ده خليك واقعي. أنا نفسي، أنا مش مشغول بالتاني. لا، عايز أقول لك حاجة. المسيحية هي ديانة الأبطال القديسين، وعشان تبقى مسيحي حقيقي كن بطلا، لازم تبقى بطل. واحد مش قادر يغفر يقول الرب يسوع يقول له لا، إن كان لأحد على أحد شكوى بطل، خليك بطل كما غفر لكم أنتم أبوكم السماوي وأنتم أيضا مغفروا. قال لي بص انا هقول لك الحقيقه، سيبك اصل انا مش قادر. بقول له مش قادر، يقول لي ما انا طول النهار بفكر في الاساءه دي، اخفيها ازاي يعني؟ ده انا طول النهار مش قادر اتحمل ده، انا مش قادر اتحمل كلامه. قلت بص انا هقول لك حاجه، انا قلت لك ان الديانه عايزه ابطال، تكون بطل. الناس العاديين ما ينفعوش، تتحرك ما ينفعش، كن بطل عشان تبقى قديس، لازم تبقى بطل شجاع. كلمتين بس عشان تتعلم تغفر. افتكر خطيئتك، وكل ما تحس انك مش قادر تغفر قول خطيئتي انا بشوف خطيئتك انت. ولو انت اختبرت حقيقي غفران الرب لخطيئتك هتتعلم تغفر. لو انت ما اختبرتش غفران الرب مش هتعرف تغفر، ما تقولش كلام. لو انت اختبرت الرب قد كده سامحك وغفر لك وانت مش قادر تغفر دي، صلي النهارده. اخر حاجه بقى عايز اكلمك فيها، كونوا قديسين. اخر رساله طولت، معلش سامحوني. تصالح مع الله، دي مهمه جدا جدا، تصالح مع الله. احبائي خد بالك، كل مره بتيجي فيها هنا الرب بيزورك، كل مره بتيجي فيها هنا في زياره الهيه الرب بيزورك كل مره. تخيل بقى لما واحد مثلا يعني في البيت عندك بتاعك يعني، ويجي يقولوا لك مثلا رئيس الجمهورية جاي يزورك النهاردة، أو رئيس البلد اللي أنت فيها يعني، أو رئيس الوزراء جاي يزورك، هتعمل إيه يعني؟ أكيد ده الوضع هيختلف، هتهيئ البيت، تنظف، تعمل أكل، استقبال بقى، تحط ورد، هيئ بيتك خالص، جاي لك بقى شخصية كبيرة. طب يا عم ده رئيس الوزراء إيه؟ ده ملك الملوك، كل مرة بيزورك، وأنت لو تيجي تسمع الكلمة وما تحسش حتى انه جزارك. حبائي احنا محتاجين انك تحس بالزياره دي، ان الرب بيزورك، الرب بيكلمك، الرب بيزورك لانه بيحبك. طب ليه انا ما بحسش اني بالزياره دي؟ ليه انا مش بهيئ لها؟ في حاجه بتمنعك. في يوم من الايام لما جه الله يدعو موسى، فبيقول له بص يا موسى، الارض اللي انت واقف عليها دي ارض مقدسه، المكان اللي انا بزورك فيه ده ارض مقدسه، في مشكله ايه؟ قال له مشكلتك حاجه يا موسى، قال له اقلع حذائك من رجليك، لانه الارض والموضع اللي انت واقف عليها دي ده انا مكان، ده الله موجود مقدس، انا الله بيزورك دلوقتي مكان مقدس، ليه انا مش بحس؟ قال له اصله اقلع حذائك. الحذاء مش هينكس الارض، لكن الحذاء عامل فاصل، ما تحسش بالحراره، ما تحسش بالزياره. هو كده. ليه انا مش بحس؟ لو في جاي بتسمع كلمه بس في فاصل جوه قلبك، مش كده؟ يقول اسمع، تقول دي الكلمه قد صارت اجسامكم فاصله بينكم وبين الهكم. ايه اللي بيفصل؟ وانا بكلمك ايه اللي بيفصلك؟ ايه النعل اللي الرب بيقول لك اخلع نعلك؟ الارض اللي انت عليها ارض مقدسه. ايه النعل اللي انت المفروض تخلعه النهارده؟ ايه اللي جوه قلبك؟ هل جوه قلبك احساس بالشك؟
بتشوف الله ما وقفش معايا في الموقف ده، الله ما قوانيش في الموقف ده. الشك، هل إيمانك مش مخليك تستمتع إيمانك؟ يعني في شك في وجود الله في حياتك. اخلع 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 ده، هو مخليكش عارف مش عارف تتقابل معاه. ايه اللي انت داخل بيه النهارده وعامل فاصل؟ المهم ماشي ان في خطيه، مش دي القضيه، ان في خطيه فاصله مش دي برضو القضيه. القضيه هو انك لا تريد ان تقاوم الخطيه او ترفضها. مش كده انت بتسمع الكلمه دي النهارده؟ الرب مش مشغول قوي انه طبعا كويس نعمل له احتفال وكنا نتجمع وبص انه موجود، لكن مش ده المهم. سمعني الفريسي عمل له وليمه، وليمه كبيره واستضافه كبيره وناس كتير حضروا، بس سمعان ما استفادش عشان ما كانش خالع نعله. احنا محتاجين النهارده بكل بساطه انك تقول له يا رب ساعدني ان اقدر اتقابل معاك. وخد بالك الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام جد، لانه اللي عايز يمشي في السكه دي في طريق القداسه، خد بالك اللي هقوله ده كلام مهم جدا. ما ينفعش اي واحد يحمل خطيه لا يريد ان يرفضها يصير فيها. يقول كده عنها الكتاب عن الطريق المقدسه دي، هناك سكه يقال لها الطريق المقدسه. اسمع بتقول الكلمه، الطريق دي لا يعبر فيها نجس. ما ينفعش. احنا هيكل الله احبائي، احنا بيت صلاه، وبيتك يا رب طريق القداسه. احنا بيت قداسه، احنا بيت الرب، بيتي بيت صلاه يدعى. يعني انا بيت صلاه، اوعى تخلي اللصوص تسرق منك حاجات كتير. اوعى تقسي قلبك، اوعى تفتكر ان اكتر ساعات الظلمه انك تقولي ما انا غفور اني وانا في خطيه. مش دي المشكله، اكثر ساعات الظلمه مش الوقت اللي بتقع فيه في الخطيه. اكثر ساعات الظلمه عندما تسمع كلمه الرب وترفض ان تتصالح معه. النهارده الرب جايبك عشان يغسل جوه قلبك. في يوم من الأيام، في الأيام الأخيرة بتاعت الرب، جمع التلاميذ وقال أنا عايز أغسل رجليكم. بطرس قال له لأ، ما تغسلش رجليا. قال له إذا ما كنتش أغسل رجليك مش هيبقى لك نصيب معايا. عارف يعني إيه؟ رب جابك النهاردة، رب عايز ينحني عشان يغسل رجلين كل واحد مننا. عايز يغسل الخطية اللي جوا قلبك، وعايز يقولك ان طريق القداسة ما ينفعش تمشي فيه الا للناس اللي اتغسلت ارجلهم. الناس اللي قالوا اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني. وبكرة وبعده الناس اللي هتكون في السماء، الناس اللي اتغسلت هنا على الارض، الذين دول اللي أتوا من الطريقة العظيمة، مش ده كلام الكتاب، الذين غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف. خلينا ناخد وقتنا الصلاة مع بعض، احنا راسك وصلي معايا. أبونا السماوي، أنا بشكرك يا رب على محبتك العظيمة. أنت الإله القدير العظيم، انت اللي اخليت ذاتك واخذت شكل العبد. انت جيت يا رب واتنزلت عشان ترفع البشر، انت جيت عشان تغسل النفوس. رغم انك انت الاله العظيم، لكن قابلت ان تنحني عشان تغسل اقدام الرسل. قول يا رب انا اقبل النهارده مني يا رب اني اتغسل. قل له عايز اتغسل من جديد. قل له اغسلني كثيرا 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 من اسمي. عايز اتطهر النهارده. اوعى تخرج زي ما انت، اوعى
تخرج وأقدامك لسه فيها اتساخ. رب عايز ينفض عنك الغبار. انت جواك كنز، بس الكنز ده متغطي بالتراب. الرب عايز الكنز ده يلمع من جديد تاني، عايز ينفض من عليك التراب. قول يا رب انا كل الوقت اللي فات كنت مشغول بحاجات كتير، مشغول بصراعات مع الناس وكلام مش كويس، ومشغول بالشغل، ومشغول يمكن بدور على وظيفه، ومشغول يمكن بدور على مستقبلي ومش لاقي مستقبلي. قول له انا مشغول. اخر حاجه كنت بفكر فيها انت، عشان كده انا مش لاقي نفسي. انت مش لاقي نفسك لانك تايه. تعال للرب، فكر في الرب في الاول. قول له انا نفسي يا رب النهارده ان انا اتغسل. اهم حاجه ان انا اتغسل النهارده، ان تتحط فيا حياه جديده، ان امشي في سكه المفديين، الطريق المقدسه التي لا يعبر فيها نجس. انت تنقيني النهارده. قول له عايز اخرج انا مختلف. قول له مش عايز اخرج زي ما دخلت. اوعى تخرج وترجع زي ما دخلت. قول يا رب النهاردة يوم مختلف في حياتي. اللحظة دي لحظة هامة في حياتك. قول للرب النهاردة انت وعدت انك انت تعمل فيا. انت قلت العالم فيكم ان تريدوا. قول له انا ارادتي ضعيفة، اعمل فيا انت بالروح القدس، املاني انت. واذا كنت بتمر بمحن اوعى تتذمر. يمكن المحن دي عشان تنقيك، عشان تتنقى. الحياة المؤلمة اللي انت بتعيشها دي يمكن عشان تدخلك النار زي الدهب، وانت بدل ما تبص بالتنقية عمال تبص للنار. ما تبصش للنار، بص ان الرب بينقيك. لو كان فيك شوائب افرح ان الرب بينقيك، وان النار دي هتطهرك. اطلب من الرب انك تطهرني. قول له انا حياتي مليانه شوائب، عشان كده مش قادر اتمتع بالكلمه، عشان في شوائب صارت خطاياكم فاصله. رب بيقول لك النهارده اخلع حذائك. يعني ايه اللي بيمنعك انك تتمتع بالرب؟ ايه اللي جوه قلبك الرب بيكلمك النهارده؟ ايه اللي جوه قلبك؟ ايه الحجر اللي كابس على نفسك مش قادر يخليك تتمتع بالرب؟ ايه الحجر؟ قول يا رب لو انت مش هتسمح تسيب الحجر ده، خليني اشوف قوة نعمتك اللي تخليني اقبل الحجر ده. ولو انت ارادتك لها ترتيب اخر، لتكن لا ارادتي بل ارادتك. لكن انا بصلي يا رب انك انت ترفع الحجر ده. لو انت جواك حجر، زي على قبر العازر كان فيه حجر، رب ممكن يبعت لك ناس يشيلوا الحجر. صلي بس بإيمان. قول له رب ساعدني النهاردة إنه أتنفس. قول له أنا حاسس أنا بسمع الكلمة بس حاسس إن أكون واحد مخنوق. أنا حاسس إن أنا مخنوق، فكني. ما أنت مكتوب عنك إنك فككت بذراعك شعبك. أنت فكني من الخنقة دي. قول الضغوط التفت حولي وحسيت إنه زي ما يكون حبل بيضيق حولي. حاسس إني مخنوق. احساس ده من ابليس. مين يقدر يحررك؟ الرب. الرب يحررك النهارده. اتكلم معاه حررك. قول له فك ده، فك الضغط ده. اوعى تستسلم. ديانه بتاعتك ديانه القطار. اوعى تبقى تحت الضغوط. خليك دايما فوق الضغوط، ما تخليهاش تغلبك. انت معاك قوه. شجعتني قوه في داخلي. معاك قوه جواك. اوعى ابليس يقول لك الكلام المحبط. لا، انت معاك قوة الرب، معاك روح الرب. النهارده يوم تغيير، ان الجمال حياة القداسة انك تنتقل من قوة الى قوة. ما مش متقفش في المنطقة بتاعتك، هتفضل تلف حوالين الجبل ده مش هتستفيد.
تفضل تدور حوالين الجبل كفاكم قعود كفايه ما تقعدش بقى كتير انطلق ما تفضلش جوه نفسك الصراعات اللي انت عايش فيها دي قول له رب فكني النهارده انت ماشي في طريق القداسه مفيش وقت انت ماشي في السبق والمشي في السبق ده لو قاعد يدي ودانه مش هيوصل طب تدي ودانك ادي ودانك بس كلام الرب ادي ودانك بس للكلام السمع تديش ودانك لكلام الناس المحبط لكن اتعلم انت انك انت تقول الكلام المملح يكن كلامك كل حين بلطف مش دعوه بالناس خلي انت كلامك مملح بلطف رقه بحنيه بتشجيع بحب ليه طعم قول له رب اديني طعم النهارده اديني طعم قول له رب خلي تبقى حياتي ليها طعم قول له انا مرات بحس ان حياتي ملهاش طعم حياتك ملهاش طعم لان ما فيهاش الملح يسوع هو اللي يملح تعلم النهارده انك تاخد من يسوع عشان انت يبقى ليك طعم صلي بالايمان صلي بالايمان لأنه دول فيهم صورة يسوع
حتى لو كانوا سيئين، لكن فيهم صورة يسوع. كل ما فعلتم بأحد هؤلاء إخوتي الأصابع فبي فعلتموه هم دول. اعمل انك بتعمل عشان خاطر يسوع مش عشان خاطرهم. قول يا رب ازرع فيا من جديد نوع حب مختلف. قول له علمني قوي ان احب قوي ان اعيش الكلمه، وقوه الكلمه تسمع الكلمه مش دي القوه. هتشعر بقوه الكلمه لما تمارسها. قول يا رب ساعدني ان انا امارس الكلمه دي حتى لو كان رد عكس، حتى لو رد فعل معاكس، لكن اديني القوه، القوه ان المحبه لا تطلب ما لنفسها. قول له علمني رغم ردود الفعل الصعبه، علمني ما تطهر من شهوتي ان انا مربوط. قول له المربوط ما عرفش يحل نفسه. قول له انا زي ما اكون في قفص محبوس، انا مضغوط. قول له انا محبوس من الضغوط. قول له حاسس ان انا مش داريان بحالي. قول له التجاره خدتني محبوس، التجاره واخداني، والبحث عن المال والانشغال بالمستقبل والخوف والاضطراب والقلق. قول له انا اتحبست. قول له انت اكسر ده، الفخ انكسر ونحن انفلتت انفسنا من مثل العصفور من فخ السيارة. انت واقف في فخ. قول له مد ايدك واكسر الفخ ده، اطلقني في الحرية، عايز ابقى متحرر. قول له مش عايز عندك قلق وخوف من المستقبل. قول له علمني النهارده ان انت تقودني، انت تقودني، مش انت بتقول اللي يقودنا في موقف نصرته كل حين، انت بتقودني. ساعدني ان انا اعمل اللي انت عايزه، خليني انا اكون في ارادتك. انا مش عايز اللي يفرحني انا، يمكن اللي يفرحني مش في مشيئتك، لكن انا عايز اكون في انا في مشيئتك. اطلب من الرب النهارده انك تكون في المشيئه، اسمع صوته وبيكلمك. السلام اللي هديهولك يبقى انت في مشيئه الرب. والرب ساعدني ان انا امشي في طريق المفديين، طريق المنتصرين. حتى إذا وقعت مش قضية، لا تشمت بي عدوتي، فإني إذا سقطت أقوم، لأن أنت هتسندني مش مشكلة. أنا ماشي في الموقف. الضعف ده والسقطة دي هتعلمني القوة. أنا مش بيأس لما بفشل، لأن الفشل ده هيقويني، وإن الهزيمة دي هتديني انتصار أقوى. أنا مش بستسلم، أوعى تكون من النوع اللي بيستسلم مهما كانت حياتك. اتعلم النهارده أقول يا رب اديني النهارده ان اكون اعظم من المنتصرين. وقعوا كتير، بس وقعوا كتير بس اتعلموا، والوقعات دي كبرتهم. قول له اديني النهارده كده، هي دي حياه القداسه، ان كل يوم بنتقل من مجد لمجد، مش واقف في السكه. اوعى تقف في السكه، تقف في السكه ما ينفعش، هتقف يبقى ترجع ورا على طول. امشي، اوعى تحصر نفسك في دائره ابليس يكون اصطادك فيها. اوعى تكون في دائره انت حابس نفسك فيها، مش عارف ايه الدائره اللي انت فيها محبوس فيها. انطلق. قول يا رب اديني انطلاق النهارده، انت الرب عايز يستخدمك. الرب عايز تسعى عنه وكاسه فراغ، الرب عايز يستخدمك، ما تضيعش وقت. الرب عايز يديلك قوه، بس للاسف القناه فيها احجار، وانت عمال تصرخ تعالى يا روح القدس املاني، رب بيقول لك بس شيل الاحجار دي والقوه هتسري لوحديها. المياه غزيره بس الانبوبه بتاعتك فيها في حاجات سده. شيل السدد، الميه هتسري زي ما انت عايز. ايه السدد اللي في حياتك؟ ايه اللي مانع الميه انها تسري؟ النهارده يبقى يوم جديد في حياتك. النهارده تبقى لحظه مختلفه في حياتي. قول له يا رب انا مش هخرج النهارده خير لما يبقى في حاجه اتغيرت في حياتي، وان الناس تشوف ده، مش بس بينك وبين نفسك، الناس يشوف يقولوا ده
مش هو اللي كنا نعرفه. انا اتغيرت، في حاجه اتغيرت النهارده. اوعى تاجل، لان التاجيل خطوه للالغاء. ما تاجلش النهارده، خد قرارك. تقول لي ما انا خدت قرار كتير وما بتتنفذش. خد قرار وانت واثق قوه ربك تسندك، بس خليك صادق من نفسك، عايز من قلبك، عايز ابتدي حياه قداسه حقيقيه. احب الكلمه، احب الصلاه، احب اسمع كلمته، وتظهر فيا حياه التوبه. اصنعوا اسمارا طليق بالتوبه، عايز يشوف ثمره. قول له يا رب اديني ان انا اثمر هذه الثمار، عايز الناس يشوفوا فيا دي الثمار من غير ما تتكلم، الناس يحسوها يشموها فيك. يا روح الله القدوس اسكب الان على النفوس ايها الروح القدس، اسكب فيك ايها الروح القدس. هي هذه الاواني يا رب ان هي تخدمك، هي الاواني دي اللي تشهد ليك يا سيد. هي كل نفس بتسمع الكلمه دي ان الانيه بتاعتها تكون الانيه المقدسه. مش انا مش مشغول بالبره الشكل، مش مهم الشكل، لان الناس بتحكم على الشكل، مين يعرف؟ لكن الكتاب بيقول نقي اولا داخل الكأس. عايز انقي اللي جوه في الاول. يمكن الناس شايفاك انك رائع بس دي مش الحقيقه، او يمكن الناس ظالمينك ومتهمينك ودي مش الحقيقه. الناس ما بتعرفش تحكم، لكن هيجي في يوم يقول الرب هيمين فيه خطايا الظلام، مش دلوقت. تزعلش من رؤيه الناس. والرب النهارده اديني انطلاقه جديده. قول له يا رب لن اكون كما كنت من قبل. انا النهارده اخد قرار انه تغيير حقيقي يحصل في حياتي، ونفسي اقول ان معك لا اريد شيئا، ونفسي اقول ان النهارده نصيبي هو الرب. نفسي بتقول كده، تبقى انت في حياتي. اذا كنت بشتغل فالشغل ده عشانك انت، انا بخافتك في قلبي. اذا كنت بعيش عشانك انت، الشغل ده عشانك، بخاف في قلبي طول الوقت. كل حاجه تبقى لمجدك انت يا رب، عايز كده. يبقى انت كل حاجه انت بتتمجد فيها. عايز اقول له النهارده عايز حياه مختلفه حقيقيه، ما تعيش مزيف، ما تعيش ذهب مغشوش. قول له عايز النهارده ابقى ذهب حقيقي، اقبل انك تنقيني. عايز ابقى ذهب صافي يتنقى كل يوم من الشوائب اللي هي فيه باسم يسوع المسيح. بعد كده خلاص نور هينور، فليضوا نوركم هكذا قدام الناس. هينور صدقني لوحده غير ما تتصنع حاجه، لان خدت ملء من الرب. اشتهي النهارده انك تاخد الملء من الروح القدس. اشتهي ان الروح القدس يملى حياتك حقيقي في اسم يسوع المسيح. اطلب ده بايمان.